يلعب وعيونه مداعي. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء مع هذه الجولات المستمرة، وشوطنا التاسع يتحرك بوزن الجعدان المحليات الأصايل لأبناء القبائل في هذا المسير في هذا التحدي. نحن نتابع من البداية وناخذ ترشيحاتنا من عند خبراء الناموس في هذا الشوط، وأين سنرسل الأنظار على الشوط وصاحب الشوط في هذا المسير. نشوف الجماعة يراقبون، ونحن أيضا نتأكد من الأسماء، وهناك ترشيح مبطن على هذه الشعارات، وإن شاء الله بنعلن عنه في وقت ما يكون بالمركز الأول. طيب ناخذ صياد مهير بن علي بن كليب من يقدم لنا صياد بالمركز الأول ويصطاد الرموز ويصطاد المراكز الأولى مبكرا. المركز الثاني هملول سالم بن محمد بالضبيعة، المركز الثالث شاهين راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري، بالمركز الثالث المركز الرابع مياس محمد بن عتيج بن علي بن خفية، أما المركز الخامس يأتينا شاهين محمد بن سعيد بالحب العامري. نشوف العامري وين وصلنا مع المركز الخامس، نشاهد ونتابع ونراقب أيضا المركز السادس يأتينا هجام العلي بن سالم بن سليم، هذا الاسم وهذه الماركه حق بن كليب يا بن سليم، هذا هجام حصريا حق بن كليب، تعديت على حقوقه، تعديت على حقوق هجام. هجام بعده ما انتج بيغدي شرات ان شاء الله. انت طيب، نتمنى له. هذا كم في الميادين، خذها من راس الخيمه لين وصل الشحانيه، كله سبق وناموس وسيايير وزعفران وانتصار، وان شاء الله الحين اتفرق حق الانتاج. طيب ناخذ المركز السابع، المركز السابع شاهين راشد بن سعيد بالغافريه، وناخذ المركز الثامن سلهود حميد بن سيف بن كعيب الفلاسي، اما المركز الثامن ياتينا هملول، على المركز الثامن راشد بن سعيد بن مطر بالضبيعه، والمركز التاسع فهنا شرط محمد بن دحروي العامري، والمركز العاشر ياتينا لافي عبد الله بن محمد بن شميل الاجتبي. هذه المراكز الاولى متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، نتابع ونراقب ونشاهد. يا بالحب يا صديقي يا عزيزي يا زميلي، روح مع الناموس، روح إلى المقدمة. حمد بن سعيد بالحب العامري من يقدم لنا شاهين بالمركز الأول ويسيطر على الأجواء، ولكن الحصار قوي من اليسار ومن اليمين، حاصرنك يا أبو سعيد، لا هروب ولا مجال، لا ولا عنهن محال ولا مفر اليوم، إلا من عانه ربه على هالجعدان هذيله. نشوف نراقب بن خفية وبكليب، هم أقرب منافسين، وعندنا ايضا هملول سالم بن محمد بالضبيعه، وعندنا شاهين بن دعفوس يتابع بالمركز الخامس، والمركز السادس شوف لي علي محمود، شوف لي المركز السادس رقمه كم هناك. هناك بن سليم ايضا ياتينا على المركز السادس، والمركز السابع بالضبيعه مطر، ويتحرك ايضا صاحب الناموس بن كعيب يا ابو عبد الله تحرك، نباك تكون قريب منه، لا تبتعد عنه. نعم بالحب حذرنا منه، هناك عند لوحة الثلاثة كيلومترات يوم وصل رحبنا به وقلنا الترشيح المبطن، كان ترشيحنا يعني كله يدور على هذا اللون وعلى هذا الشعار، ومعاه رقم مميز بعد، معاه يحمل رقم مميز، يا سلام دبل ون، واحد 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 واحد، ونباك توصل رقم واحد هناك أيضا. نعم شاهين ومحمد حمد بن سعيد بالحب العامري هو من يتقدم الى الامام. المركز الثاني ياتينا مياس محمد بن عتيج بن علي بن خفيه، ثالثا هملول سالم بن محمد بالضبيعه بن دعفوس ايضا مع شاهين راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري، هناك هجام هجمته الاخيره الهجمه القويه على الاول هجوم او دمره، وانتو على ركضه وسير الشهودي. نعم يتقدم بن سليم
وسالم بن محمد بضبيعه خطير، وهناك ايضا الغادم سلهود سيف بن علي بن كليب وبن كعيب ايضا مع سلهود. يا هي اسماء، يا هي اسماء كبيره يا بالحب. ركز بس، ركز ركز مع الكيلو المتر الاخير، ركز مع الكيلو المتر الاخير. روح يا شاهين، روح روح يا شاهين، روح مع الرقم واحد، روح مع المركز الاول، روح مع شاهين. شاهين يتسيد، ولكن هجام علي بن سالم بن سليم اقرب منافس لهذا التحدي. وهنا ايضا هملول سالم بن محمد بضبيعه، الغادم سلهود سيف بن علي بن كليب، يقدم لنا سلهود. ولكن المعركه، المعركه يا هي معركه، معركه 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 قويه، معركه بن محمود وبن معدن في هذا الشوط. نعم نتابعهم، هم الان ايضا هنا يتعاركون. بن محمود يرشح بالحب، وبن معدن يرشح بن سليم، والمقعود يرشح بضبيعه، وبن كليب ايضا قادم. ولكن الناموس وين؟ الناموس وين؟ يلا يا جماعه، لك سهم في سهم في سهمين، ولك سهم زايد على اخوانك. نعم يوبو، تحرك 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 بضبيعه، حرك بضبيعه يا ابو الحب. روح 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 يا روح يا ابو سعيد، روح روح يا ابو سعيد، روح روح يا ابو سعيد. انت والناموس ما زالت المعركه مفتوحه، المباراه كبيره، المباراه كبيره. يروح 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 شاهين، يروح شاهين. يا سلام عليك يا شاهين، يا سلام. يلا يلا حلو شاهين، حدنا زرنا ما حننا ما حننا، ولين الحين ما رامنا ما رامنا انه يردنا، ما رامنا يردنا عن دربه. سلام 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 يا بالحب، سلام. الناموس الحمد بن سعيد بالحب العامري على الفوز وعلى الناموس. ترشيح وترشيح بن معدن على الناموس، الناموس. طيب نحن مرشحينه المركز الثاني، فهنا هملول سالم بن محمد بضيعه. المركز الثالث ياتينا سلهود سيف بن علي بن كليب. المركز الرابع مطر بن محمد بن دهروي. المركز الخامس بن خفيه، والمركز السادس بن سيم، والثامن بالضبيعه، التاسع بن كعيب، والمركز العاشر بن دعفوس.